بونجور بونجور، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى مع بعض النهارده كباب خشخاش. انا شخصيا بموت في الوصفه دي، يعني من احلى الوصفات اللي انا بحبها جدا جدا جدا. تعالوا نشوف مع بعض الطريقه والمقادير، وانا عامله لكم كمان بطريقه سهله وبسيطه قوي. تعالوا بينا. معانا هنا فلفل رومي متقطع وفلفل حامي، معانا هنا طماطم انا قطعتها عملتها كونكاسي، بعملها بفتحها من هنا عشان احطها في الفرن. معانا بصل، معانا ثوم، بهارات، معانا كزبره ناشفه، صلصه طماطم، بقدونس ناشف، ممكن كمان تستخدموا بقدونس فريش، معانا صنوبر، معلقه خل، وتقريبا ده نص كيلو لحمه مفرومه، وملح وفلفل وزيت زيتون. انا حضرت بايركس هنا، هحط فيه البصل والطماطم، هحط فصوص ثوم، وهحط فلفل رومي وفلفل حراق. اول حاجه هحط زيت زيتون، معلقتين كبار زيت زيتون. الوصفه دي بزيت الزيتون بتبقى احلى بكتير، خلي بالكم. هنحط فلفل اسود وملح، هنحط معلقه كبيره خل، وهنحط اخر حاجه صلصه، معلقتين كبار صلصه. طيب انا دلوقتي هقلب كويس قوي كل المكونات دي، وهعمل ايه؟ همسك الفرن اعلى حاجه عندي، مثلا 250 300، لو اعلى كمان انا هقفلهم كويس جدا بالفويل، وادخلهم لمده تقريبا نص ساعه لحد ما كل الخضار ده يستوي كويس قوي. بصوا هو ده شكله اهو، بعد ما قلبت التوابل بالصلصه بزيت الزيتون بكل الانجريدينز اللي معايا، هقفله كويس جدا جدا، هكمره بالفويل، وهدخله الفرن على اعلى حاجه انا عايزاه الخضار ده يستوي كويس جدا جدا ويتهري، يعني يكاد يكون يتهري، عشان انا هضربه بعد كده في الميكسر او بالبلندر. طيب دلوقتي احنا حطينا الخضار في الفرن، انا عايزه الخضار يستوي كويس قوي قوي عشان انا هعمل بيه صوص للكفته اللي انا هعملها دلوقتي. انا هنا دلوقتي هشتغل معاكم في اللحمه، معايا تقريبا نص كيلو لحمه مفرومه فيها طبعا نسبه دهون. هنحط فلفل اسود وملح، بهارات لحمه، معلقه كبيره بهارات لحمه، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره بقدونس، ممكن تحطوا طبعا فريش يبقى احلى كمان. هنقلب كويس قوي كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها وحطيناها على اللحم. هنبتدي مع بعض بقى نصبع الكفته. طيب حابه اوريكم شكل الخضار اللي احنا حطيناه في الفرن بعد ما شويناه بزيت الزيتون والتوابل اهو. الطماطم طبعا بس انا هشيل القشره بتاعتها، وبعد كده هحط كل الحاجه دي جوه الخلاط اضربهم كويس قوي، وهرجع لكم تاني اوريكم هنعمل ايه عشان نحط الكفته فيه. بون ابيتي. زي ما انتم شايفين انا فضيت كل الخضار اللي هنا المشوي بالتوابل بكل حاجه بالصلصه، حطيتهم في الخلاط. هقفل دلوقتي وهضربهم كويس قوي. هننزل دلوقتي بالصوص ده في طبق بايركس. خلي بالكو الصلصه دي اللي هنساوي فيها الكفته، الريحه خطيره خطيره خطيره. هنبتدي دلوقتي هنرص الكفته. الكفته نيه عادي، هي هتستوي دلوقتي في الفرن، هنرجع نحطها في الفرن تاني مع الصوص الجميل ده. ما تخافوش هي هتستوي وهتبقى طعمها يعني طعمها من جوه مستويه، ما تخافوش يعني. هفتح لكم كفتيايه بعد ما نخلص. وكده دلوقتي خلاص زي ما انتم شايفين شكله، يعني الطبق شكله خطير بجد. هدخلها الفرن على درجه حراره 200 250، هحطها تستوي كويس قوي. ما تقلقوش الكفته هتستوي كويس قوي، وانا هفتح معاكم واحده هوريها لكم ازاي بعد ما خلصنا استوت. تعالوا يلا بينا. هو ده بقى شكل طبق كباب الخشخاش اللي كنت بحكي لكم عنه، واللي عملت النهارده الوصفه الجميله دي معاكم. اخر حاجه هنحطها، هنحط صنوبر
الوصفة دي الكفتة دي بتتاكل مع عيش شامي لبناني. طيب النهاردة عملت بقى معاكم الوصفة الخطيرة دي، كباب خشخاش، من أجمل الوصفات بجد لقلبي. الوصفة دي بتتاكل مع عيش لبناني تبقى خطيرة، وأنا حطيت عليها شوية صنوبر وفيها الصوص. الصوص ده رهيب بالعيش، تغمسوه طبعا. يا رب تكون عجبتكم. بون أبيتي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.